حياكم الله مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه وطن الفضائيه وحلقه جديده من اهل المحله. ضيفي لهذا اليوم تداخلت موهبته وطموحاته بين الكثير من الاحلام الا ان هذه الاحلام بين باحه وثانيه اصبحت شظايا من زمن صعب من حياه من قساوه. بدا موهبته من عالم يكاد يكون من الصعوبه أن يخرج من هذا العالم نجم بهذا العمر الصغير ليحطم أرقام ومشاهدات عالية جدا بل تخطت المئة مليون مشاهدة لمقطع فيديو واحد فكيف إذا هو حطم أرقام قياسية لعدد كبير جدا من الأعمال والفيديوهات سواء في أعماله على المنصات أو في أعماله التلفزيونية هو مثل الواحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن بالحقيقه هو واحد في واحد يساوي واحد، ماكو من عنده واحد اطلاقا، هو شخص واحد. طموحاته يمكن اصبحت مثل الماس المكسور، واحيانا اصبحت ضربه في زاويه، واحيانا اصبحت مثل الامراض او بالتحديد مثل الفيروس، والكثير والكثير من هذه الاعمال، ليجد نفسه اخيرا في ولاية كبيرة لكن صغيرة بعدد الأبطال اللي بيها هي ولاية بطيخ والكثير من هذه الأعمال ليتخطى الكادود بقوة وبجرأة رحبوا معي في الداخل بقلوبنا بالصفا داخل شونك يا حبيبي حبيبي حمادة يا الله مرحبا شو الاخبار؟ شلونك حبيبي؟ اخبارك؟ شلون الصحة؟ انت جبتها ضربة بالزاوية الحمد لله مو؟ الحمد لله بالك لا تعديني بالبارز لا شو تقول لي كل جمهورك بعد اختفاء عن اللقاءات وليش ما تطلع لقاءات؟ اقول لهم مرحبا واني هواي احبكم وشكرا لدعمكم الدائم ما اطلع هواي لقاءات لان تعرف انت الممثل او الفنان بصوره عامه لازم يعني لازم يحضر ماده دسمه اوكي على مود يسولف بيها زين ويمتع بيها جمهور ان شاء الله يوم من الايام انت كنت واحد من العاملين بوطن مم. انت اليوم واحد من نجوم برنامجها اللي هو اهل الحم المحله الحمد لله شنو تعني لك هالدنيا يعني اذا هي الدنيا دواره نقول يعني الدنيا انا يعني اعتبرها هي مطبات مم. والدنيا مبنيه على اسود وابيض ومبنيه على خير وشر وهي كلها صراعات أوكي. بس بالاخير لازم تكون يعني فائز بالانسانيه بالحب بالعطاء بالتسامح مع الاخرين وتكون متصالح مع نفسك بس مم. مصطفى انا احبك هواي آه، لدرجه كبيره آه، جدا انه انا آه دائما اقول لهم مصطفى فنان خطر وهاي كلمه صعب تطلق على شاب بهذا العمر والله يا حمودي هذه شهاده اعتز بيها يا حبيبي وان شاء الله يا رب القادم يكون افضل <تصفحة> قبل ما نبلش حق اسمح لي اسد الدكان بس <تصفحة> راح نعزل بعدين نفتح اوكي يلا اسمح حنا سيد المخرج نعزل دكان هسه عزلنا الدكان يعني أه... هو ما عزل الا بوجه نروح للقهوه يلا اوكي ونسولف سوالف قهاوي وبهاي الاثناء راح نشوف ماده يلا يلا حياكم الله مشاهدينا الكرام مره ثانيه واكيد نرحب بنجمنا مصطفى داخل نسيت العافيه عليك بهالامسيه الحلوه ويا جمهورك اللي طلع عليه اكيد بعد نجاحات بعد تفوق بعد تالق كبير. الحمد لله انا هوايه اشكرك فرحان اليوم نتشاوف صار لنا هوايه ما وان الله. شاء الله يا رب تكون حلقه يعني جميله ولطيفه وخفيفه على كل الناس اللي يشاهدونا ويستمتعون بها يا, يا حبيبي. آه بالبدايه شاب بهذا العمر يتالق ليحصل على جائزه مهمه مثل الهلال الذهبي ويتربع على عرش مسرح كبير بحضور نخبوي كبير رواد الفن العراقي اكبرهم الفنان كبير سامي قطان واصغرهم نجم كان متواجد ماذا تعني لك النجوميه وحصد الجوائز وانت بهذا العمر يا مصطفى؟ والله محمد يعني سعاده سعاده كبيره ومتن وصوف بنفس الوقت تعرف انت تصور عمل درامي يعني تبقى بما يقارب ثلاثة اشهر اربعه على مود تنجز هو مو خلينا نقول هو مو سالفه او حتى تجي بينك وبين اصدقائك السالفة وتروح هذا عمل درامي هذا مسؤوليه هذا راح يطلع للعالم هذا جو الناس راح تشوفه بنفس الوقت انت كممثل عليك انه تشتغل على ادواتك يعني تفكر بازيائك يعني بشخصيتك شو راح تشتغلها شلون تشوفها دائرة العلاقات دائما اهتم بها يعني باي أوكي. شخصية أشتغل بها والحمد لله يعني سوينا شيء نقدر نقول يعني الناس حبته وان شاء الله يا رب القادم افضل. يا حبيبي يمكن جو المحلة مو بعيد عليك تقدمت ايضا برنامج عبر شاشة الفرات وكان قريب شوي من هذا. اي شنو يعني لك هذا الجو بحد ذاته وانت طفل آه وما اريد اقول هسه طفل اقول طفل بعمر الشباب و اقتحمت عالم تقديم البرامج واذا تستقدم ببرامج تعيدك الى الزمن البغدادي القديم وتراث اهلنا. كيف شفت هاي التجربه؟ شوفوا كل تجاربي بالفرات يعني انا احبها وناجحه واعتز وحت... يعني بها. الناس اللي بالفرات يعني بدل من السيد المدير العام مسكن مم. بحتى الحراس الامنيين الموجودين اخوتنا واصدقائنا كلهم كل تحياتنا لهم، كلهم مؤمنين يعني مصطفى داخل فبالتالي من نروح انا ما يعني ما حاسس الفرات مكان عملي مم. واحد رايح لبيتهم اوكي فانت ببيتك ممكن تاخذ راحتك وعائلتك عائلتك تحكي اللي تريده نعم الحلو بالناس اللي بالفرات يعني قلت لك دائما يسمعوني وهوايه يسمعوني ومن اجي نطرح فكره برنامج نتعاون عليه على مود تطلع للناس بهذا الكواليتي الزين أه مصطفى خلي لي هذا التليفون بايدك اوكي اي خلي بيدك اوكي خليه هنا اوكي شنو يعني لك بحد ذاته التواصل، الاتصال؟ شنو شنو يعني لك هذا العالم، التكنولوجيا؟ احس لازم اسد وحدي <applause> لا هسه خليك انت تحكي على التليفون اوكي أي. شوف يعني هو التواصل بصوره عامه مطلوب <applause> بس ممكن الفنانين كلهم راح يعيدوني سواء اللي بعمري واللي غالبيني بالتجربه واللي حتى راح يجون من بعدي زين الوسط الفني هواي شغلك لدرجه تخسر ناس انت ما تريد تخسرهم وانت بسبب ما قادر يعني بسبب التزاماتك اللي هوايه والظروف اللي هوايه تعرف انت يعني ابن هذا الوسط انت دايركت 24 ساعه يا استوديو يا فضائيه يا لوكيشن يا يعني وقت راحتك بالبيئه حتى حتى ايام الجمعه مو محمد؟ فبالتالي تبدي هواي تخسر علاقات اجتماعيه يعني ممكن تخسر اصدقائك الا اللي يتفهمك ممكن تخسر اقاربك الا اللي يتفهمك فاللي يتفهمك يعني شكرا له وانا ممتن من يمه مرات حتى عائلتك اتحداك اذا انت شبعان من عائلتك مثل ما يعني فما يعني التواصل هو شيء مهم <له> <ريس> والمسج ما راح يأثر عليك إذا تسأل على شخص عزيز عليك ولا حتى الاتصال بس تعرف أنت تبقى مطلوب أنه لازم العالم تشوفك فيس تو فيس سواء في عرس حنة زيارة أو حتى يعني الله يكفيكم الشر المجلس العزاء مثلاً أنت لازم تتواصل مع الآخرين زago... أه مصطفى داخل أجمل اتصال تلقيته بحياتك ما تنسى مستحيل اجمل اتصال واحد بس واحد هو الاثر بحياتك هو الاجمل بحياتك <applause> إنه هوايه بس لازم اختار الصح اوكي اختار اختار الصح اجمل اتصال قوية اذا اقول واحد يزعلون البقيه اجمل اتصال صار من استاذ قاسم الملاك الله يحفظه ويطول عمرك اتصل بيك؟ اي شنو قال لك؟ خلي اخذ راحتي خلي نتقابل لا مو بعد عندي سؤال يعني هيك راح كل شيء نشوف العداد انا ما احكي هواي ورا تجربه العرضة حال شيء اوكي تعرف هي صارت يعني شافك بحلقتين حلقتين فقال لي بابا انتظر مني اتصال على الموسم اللي بعده فرجعت للبيت مشت الحلقتين شفت الحلقتين شنت فرحان بيهن تعرف انت راجع من عمل عربي كنت اصغر ممثل بي اللي هو الرحله 96 انت والاسبانة مات اي هاي <تصفح> بالعرضه حالتي فهوين يعني من الناس المقربين والاصدقاء شايف هذا اللي انتفض انت, فض... انت شنو جاي من عمل عربي 30 حلقه تروح تشتغل حلقتين اوكي الرجل ما شايف مصطفى داخل زين يعني كقامه عراقيه بحجم قاسم أوكي. الملاك فالشيء المفروض انه يشوفني مو عيب انه الواحد اتصل قاسم ملاك اتصل بي مصطفى كريم مدير الانتاج تحياتنا له أه. يعني من خلاله اوكي فرحت قلت لك اشتغلت العرض حالتي أيوه. راحت السنه اجت السنه اللي بعدها فاجى واحد زائد واحد فاتصل بي مصطفى كريم واستاذ قاسم ملاك قالوا لي تعال أخذ النصوص فشايف انه تروح تاخذ نص انت بطل بي حلو شعور حلو ويقامة عراقية عراق. مهمة مثل قاسم الملاك الله يطول بعمره تعرف هذا الرجل يعني مدرسه هوايه خرج اجيال نتمنى <applause> الجيل اللي جاي بعدنا انه يستفاد من خبرات استاذ قاسم هو انا ضد انه هو يغيب علينا صار موسمين او ثلاثه راح نحكي بهذا الموضوع أي. كون انت شويه عندك معلومات اذا اجمل اتصال هو تعال تفضل ودور أي. بطوله 25 حلقه أي. حتى نخلص تعبتك انا بهذا التلفون والله انا قاعد احس روحي حاول على ذيك <applause> اه اه أسوأ اسوء اتصال تلقيته تليفونيا خبرة <applause> او واحد يجي يقول لك لا اسوء اتصال من خلال تليفون وفاه امي هذا اسوء اتصال <تصفيق> <تصفيق> طبعا اوكي <Okay>. رجع التليفون <applause> شكرا محمد ليش قبل ما تدخل الحلقه كنت نازع الحلقه ليش هسه من دخلت لبستها بالاستوديو هذه؟ <applause> مستحيل متاكد؟ مستحيل لا لا انا يعني شفتك حتى الشباب قالوا ابد مستحيل يقولوا ينزع الحلقه على مدى المعجبات هسه احنا بالجو كان قلت لك اقسم <applause> مستحيل ما انزح تخاف؟ لا مو مو خوف الحكومه قويه؟ ابدا محمد مو هيك عمري ما خفت من شخص ربيت انا بنص عائله دائما ما يعلموني يعني ان انا صاحب قرار وامي الله يرحمها كانت دائما تقول لي مصطفى ماكو شيء يملي عليك خليك دائما صاحب قرار طمع. لانه بالنهايه هاي حياتك وهاي تحر توجهاتك بتوجهاتها وحر بتصرفاتك طبعًا. طبعًا. بس على انه لا تسيء الادب للاخرين. زي. لو خيرك بين المال والزواج، شنو راح تختار؟ المال والزواج. مم. يعني هو المال لانه المال راح يجيب الزواج. زين. بين المال بين المال والصديق. شنو راح تختار؟ هم المال لان يعني المال راح يجيب الصديق احيانا مو طبعا يعني ممكن الصديق يشرب فلوس طبعا بالفتره الاخيره امانه والله العظيم زين بين المال بس و... على قبل نعبر مو الكل مو الكل اكيد كناس فعلا تشد بيهم الظهر تحسهم اخوتك بس تعرف انت يعني بالفتره الاخيره الصداقه صارت عابره احمد الله وشكراني مرات يعني محافظ على كم صديق عندي احبهم واموت عليهم احسن سلفه بهذا الموضوع بين المال وبين السفر شنو راح تختار؟ المال لانه يعني المال نفسه راح تق... ممكن يخليك تسافر يعني م. طبيعي بين المال والدراسه محمد يعني هم هم راح اقول لك المال ليش؟ كل المال؟ ليش؟ آه. لانه اليوم الدراسه صارت بفلوس طبيعي منو اعظم من المال؟ ممكن تختاره لو خلوه قدام المال إيه ست كل شيء؟ المال وشيء تخلي قدام المال تقول لا احنا ما راح اختار المال راح اختار هذا الشيء امي أمي طبعا اوكي انا احب هذه الفقره وحبيتها احب اعرف يعني فعلا الضيف لما يدخل بهيك اختيار او هيك تحدي شنو ممكن يختار؟ محمد مو على مود لا يعني لا تنوخذ علينا صوره انت تعرف يعني يعني بالقران الكريم ربك يقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا هي فهي الحياه صارت يعني الريالتي مالتها الطبيعي الريالتي العفو الطبيعي زي. مالتها صار المال يعني الدراسه اليوم صارت بالفلوس اوكي تدفع قصد طبيعي اذا كنت بالكليه يعني الزواج اذا ما عندك انت فلوس انت ما راح تقدر تتزوج اذا ما عندك فلوس انت ما راح تقدر تسوي اكسسوارات الحياه اللي هي يعني اعتبرها البيت السياره الزايده الناقصه هو كل شيء صار بالدنيا المال بس هذا مو معناه انه أنا يعني مليان جشع ومليان طمع اذا المال لا كل شيء بالحياه يعني زين اكله تكرهها بس انت مجبور تاكلها يا اخي مرقه طرشانه <applause> <applause> مثل يوم السبت لا هي بدايه ولا نهايه ما تنعرف ما تعرف شنو وجودها بين الاكلات ما تعرف يعني مرقه ايه؟ تخيل وحلوه ايه؟ ليش خاكل لو زينه مثلا ايش وقت اخر مره اكلتها مجبور ذاك اليوم بيبيتي سوتها والله ام امي تحت تحياتنا في تحت كل شيء حبيبتي مرايد الله يحفظك هذه الامراه العظيمه اللي صراحه أه. يعني سوت لك طرشانه؟ هي هي هي, هي هواي تسوي لي اشياء زياده للامانه <applause> بس هاي بس بالطرشانه يعني وما اقدر ارد لها طلب فاقول حبيبي اكل امري لله تاكل <applause> كمل <applause> حلو اي والله مصطفى <applause> راح نبلش حوار نجاد. بعد ما نروح الى الدكان اوكي اذا المشاهدين الكرام فاصل وراح نلقاكم بالدكان ونفتح الدخل انا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه وطن ووصلنا للدكان وانا هذا الدكان ما تشوف راح اقول لك شغله واحده اوكي مصطفى تجي تاخذ من عندي بالدين ما ابي اوكي اوكي يعني اذا سوالف ان مال فدي شويه من يجي ابويا انا ما احبه اوكي اوكي فشلون نشوف دكاننا تقييمك له يعني انتم تسموه دكان؟ اي دكان قبل ما كنت اسمه محل حانوت انا اعتقد لا حانوت بالمدارس اي يعني هو نفس جو الحانوت اي دكان بالمحله بالزقاق ولا يسموه دكان هسه أه دكان دكان اوكي اي انت من انت وصغير اشتغلت بمهن مهن صعبه مم. نجار وصلح بايسكلات اعمال مو مال عمرك لكن اتقنتها انت كلش طموح الحمد لله وشكرا اذا خليت شي براسك خلاص يعني يعني دائما اللي تخلي شيء براسك لازم تفكر به هواي يعني انت ما يصير تتخذ قرار بحياتك وانت ما صح فمرات ظروف الدنيا تجبرك على انه تسوي شيء تحس انه هو اكبر من عمرك بهواي بس لازم تسويه على مود على مود تقول للعالم يابا تراني قادر واني موجود واني ارد اعيش صح فشلت مجبر على كل هاي المهن لانه هي مو مال عمري بالضبط <applause> انا عندي معلومات انه انت جت فتره من الفترات عشت حاله من الفقر والفقر مو عيب طبعا لكن عيب اللي بديده طبعا وياخذ شلون عشت هالفتره؟ شو دي شعورك وانت بجيبك ما بي ما بي ماده يا دوب ان انت تعيش اهلك هي مو مو هيك محمد تدري شلون؟ قلت لك يعني انا ما قاعد بالبيت البيت يعني مو ما عندي فلوس انت عندك لكن ما يعني يكفيك كير... اي يعني يعني انا مثلا اذا بالنجاره اليوميه كلها 25000 بس ال 25000 كانت تصير لي حاجه كبيره بالبيت شعورك كنت صغير وترجع وعندك 5000 او 6000 دينار وانت جايبهم من الصبح لليل تعب اكذب عليك اذا اقول لك هو مو شعور قوه شعور عزيمه واراده قبل لا يكون ماده كانت اكو فرحه كلش كبيره بداخلي يعني من هنا اجي لامي واقول لها يوم هاي ال 25 على مود بيها بها اكو سعاده لا توصف كنت اتمنى امي اليوم موجوده على مود تشوف هذا الخير كله وتعيش وياي يعني بس هي يعني هي ما كانت مقصره وياي بشيء يعني تنطيني بس كانت دائما تقول لي اشتغل مصطفى. اشتغل المصدف. وحتى تكون رجل تعتمد فعلا بالضبط. يعني بل بل لليوم اني يعني مناسي كل موقف وياها بالضبط أنا ما إذا هجم مواد لا أبدا بالعكس راح نجي لهذا الموضوع لاحقا لأن هسه حاليا احنا نسولف بمحاور أنا أتمنى من فتحة أصلا إن شاء الله <applause> آه، علي فاضل أي. وتجربة ولاية بطيخ آه، تعتبر آه، أيضا واحدة من التجارب بحياتك لكن ربما تساؤلات تكون ليش إجى مصطفى داخل بفترة قصيره بفتره اخيره ليش ما كان موجود من البدايه؟ ليش مم. هو مو... على اعتبار انه مصطفى داخل حاله او ظاهره بالمجتمع ليش ما تم استقطابها من البدايه؟ يعني ما اعرف وانت تعرف يعني كل شركة والها وجهه نظر أه بس قلت لك بهذا الموسم اللي اشتغلناه اللي فات جاني الانتصار من الاستاذ علي فاضل أه اكذب عليك اذا اقول لك ما فرحان لانه علي فاضل يعني مم. من رحت, من رحت شفته رحت شفته للامانه لقيته رجل حقيقي ومهني وانسان قبل لا يكون فنان. الحلو اليوم انه انت لازم تشتغل ويا ناس يعني خلينا نقول مليانين انسانيه لانه اذا مو انسان ما راح يصير فنان. ماكو شيء يعني لا بس تعال اشتغل بروح لك فعلي انسان قبل لا يكون فنان. زين شلون علاقتك فيه؟ ابو مخلد اموت عليه. حلو علاقة طبعا. اذا اتصلت عليه سيرد عليك مباشره. طبعا. نجرب؟ نجرب بس موبايلي مو هنا لازم أجيبه هناك. جيبه. اوكي، بين تجهز الاتصال. آه هي الابرز بتجارب حياتك ولايه بطيخ. شوف ولايه بطيخ انا اعتبرها آه وحده من المدارس المهمه الحديثه بالكوميديا بالعراق تعتبر مصنع شباب جديد ليش لانه ولايه بطيخ محطه كل شاب نعم. ممكن يعني وانا ضد انه يمر ويروح تسولف واتصل ايه يعني ضد انه اكو شباب اجت بولايه بطيخ سواء سووا شيء او ما سووا شيء هذا يعني نفسهم بس هو مم. مثلا اجى خلص موسم وراح هي مو هيك زي. اللي اللي يحب يتعلم واللي فعلا لانه احنا لحد الان انا عن يعني عن نفسي احنا انا مشروع ممثل، مه. انا ممثل. انت ممثل. محمد. عديت هاي مال مشروع ممثل. لا لا والله مشروع ممثل لانه الفن بحر ايش قد تتعلم به؟ لانه بكل سنه تلقى تطور من ناحيه التمثيل ومن ناحيه الادوات. زين. فمو ما تبقى انت تراوح بمكانك، ولا أه. ولايه بطيخ واحده من المحطات المهمه اللي ممكن يتعلم بها اي شاب فنان. مه. ف... والنجوم كلهم اصدقائي قبل يعني قبل لا احتك وياهم بالولايه يعني بعيدا عن الولايه احنا اصدقاء واخوان فمن نجيت معها ماكو شيء غريب علي وهم كلهم حلوين ونجوم وياهم مباشره طبيعي طبيعي تحياتنا لهم والله يوفقهم ان شاء الله بكل خطوه اكيد الاتصال ويا مخرج علي فاضل شو نقول له؟ نقول له اوكي تسلم من <applause> التليفون <applause> 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 بس اذا اكيد عنده انشغال مثلا افتح الحاكيه دز نايم انت تزعج العالم شو اسوي لك؟ وبيت وقت <applause> <الجز. تصفيق> لا ما عندنا شغله عمل يوم بالمحل بس هو اشاد بيك هو الحمد لله يعني شنو قال عنك؟ يعني علي دائما يعني دائما احنا نقعد نسويه ويا الشباب كلها مو بس عني علي دائما يحب يعني خليه بجيبك اذا اتصل عليك رد عليه دائما يحب يدعم الشباب ويحب الموهوب ويحب اللي عنده اللي عنده يعني فتشي ممكن يدعمه ويقدمه طبيعي طبيعي طيب. آه لحد ما اني فترة قريبة رغم صديقي وعرفك وكذا اكتشفت ان الفنان الراحل علي داخل هو مو والدك. هاي حقيقة. صح. أه وفاة الفنان علي داخل اول ما سمعت بوفاته اقسم بالله ما فكرت بالناس وما فكرت باي شخص قد ما انا فكرت بمصطفى. صح طيب. شلون تلقيت الخبر وش قد كان اثر النفسي عليك؟ هو يعني اكذب عليك اذا اقول لك مو صدمه لانه المرحوم الاستاذ علي داخل واحد من المدارس المهمه اللي تعلمت منها مو بس اني يعني كل الشباب اللي كانوا وياه بالمسرح آه علي داخل كان يتواصل ويا الكل ويا الصغير ويا الكبير سواء بعمره او مو بعمره بس هو يتواصل ويا الكل. قصرت ويا ما حضرت مجلس العزاء مالته. شنو <applause> <applause> السبب؟ السبب اللي منعك من حضور الوفاه، هواي ناس حكت بهذا الموضوع. السبب تعرف انت بيوم وفاه علي داخل توفى عمي اخو ابوي. <تصفيق> 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 بنفس اليوم؟ بنفس <applause> اليوم. لا اله هلا. فشايف هذا اللي يصير بين حانه ومانه يعني انا بطريقي بالنجف اتصلت بخالد خالد صديقنا اللي يصير عم علي داخل. فقلت له ها خالد قال لي انا هم رايح بالطريق النجف قلت له خالد انا هم عمي توفى مم. قال لي خلص نلتقي بالنجف مم. محمد باع الموقف اللي صار بدنا ندفن بعمي الله يرحمه مم. فاتت جنازه علي داخل مصيبتين بان واحد اي ف... فما ادري يعني بعد لا اقدر اتحرك واطلع عوف عمي على مود اروح لعلي داخل مم. فصرت هذا اللي بين حانه وانا بعدها ورا ما خلصت الدفنه مال عمي قمت اتصل على خالد ما رد عليه م. ورجعت للبيت كانت كسره بالنسبه لك طبعا قلت لك علي داخل استاذ ومعلم ويحب الكل وما عنده اذيه على احد واني قصرت لانه ما حضرت مجلس عزاء بس عذري موجود والناس المقربين يدرون انه انا عمي توفى بنفس اليوم م. الله يرحمه والله يصبر ها... عائلتي هذا الانتقاد اللي سمعته او العتب من من المقربين الي او من المحيطين ليش مصطفى؟ قررت لهم شوف انا مو كنت منزل ستوريات مال النجف ومال الدفنه وهاي فاصدقائي اللي اللي قريبين علي انا يعني <applause> شافوا شافوا انه انا ايضا عندي فاتحه وعندي ميت فعذروا اللي ما شاف حقه يقول لك مصطفى داخل كان 24 ساعه وياه دائما بالمسرح انت تدري علي داخل عنده فضل ما أنسى يعني ابد م. فتره من الفترات المسرح وانا ببدايتي ما عندي سياره وهذا الرجل بشيبته بتاريخه بعطائه ينتظرني بالفلكه مال مال بيتنا على مود اجي ويجيبني للمسرح. ذني ما تنساه ذني يخلدن. فالف رحمه على روحك علي داخل والله يصبر اهلك وجمهورك ومحبيك وخساره كبيره للوسط الفن العراقي. راح نسولف عن اجمل المواقف اللي جمعتك به. ناخذ <applause> بعض ما ترتاح ونروح لها فاصل وبعد الفاصل راح نكمل اذا مشاهدينا الكرام نروح لها فاصل ونبلش وياكم بالجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم اهلا محله رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه وطن واهل المحله راح بيك مره ثانيه انا جبنا مصطفى داخل شكرا حبيبي آه من واحد يقول لك شلونك اقول له زين الحمد لله زين الحمد لله هاي الزين الحمد لله حقيقه من تقول انا زين انا بخير تتظاهر تمثل لا مو هيك بس انت يعني سواء كنت زين او مو زين لازم تحمد الله وتشكره اكيد ف يعني انا اذا كنت ضايج اذا كنت شنة... سعيد اثنين راح اقول انا زين الحمد نقولك لله زين الحمد جوابك لله جوابك من كل قلبك زيان. والله من كل قلبي الف الحمد أه. لله والشكر زين الحمد زي. لله أه الماس المكسور واحد زائد واحد ضرب الزاويه أه حامض حلو اتوقع أه واعمال كل هواي انت وين من ذن الاعمال الكبيره والكثيره؟ يعني وين وين اشوف روحي تقصد؟ وين شخصيتك الحقيقيه بيها مو هيك يا حمود ما تنقاس كل عمل بي شخصية بي شوية منك؟ ممكن ممكن؟ ممكن كل عمل بيه شوية من مصطفى فأعتز بكل الأعمال واعتز بكل شخصية قدمتها بس تبقى مم. تبقى تعرف الذائقة أو الجمهور مم. الجمهور مرات أنا يعني أقول للولد أصدقائنا أقول مرات الجمهور مم. يشوف الفنان مثل الفاكهة فمثلاً أنت صعب يوم تاكل برتقال مو؟ مم. طبعاً أكيد يوم تحتاج تاكل أناناس يوم تحتاج تاكل فراوله ما من الممكن تبقى تشوف يعني تاكل بس برتقال فالجمهور هو يبقى يحكم على العمل عليك انه انت تسوي كل جهدك على مود يطلع بصوره حلوه فتبقى اراء الجمهور اراء محترمه اوكي أه المخرج حيدر حيدر؟ حيدر خالد؟ حيدر خالد أه شنو يعني لك وشنو اثاره على تجربه مصطفى داخل؟ آه حيدر خالد يراد الحلقة كافي <applause> <applause> حيدر خالد شايف يقول لك أب جابت الدنيا لك فحيدر خالد بمثابة أبوي زين وحيدر خالد دائما ورايا ورايا سواء بالحياة أي سواء بالحياة الاجتماعية أو بالحياة الفنية يعني ما أخطأ خطوه ذا مو هذا مو معناه اني ما عندي قرار لا, لا. بس اقصد هو دايماً يوجهني قرار دائما, دائماً يوجهني على الطريق الصح مستشارك دائما دائما يوجهني على الطريق الصح ودائما يقول لي ابني هاي من يقول لي ابني انا اعتز به <applause> يعني تعرف انت هو فارق العمر بيناتنا اكيد واني اشتغل وياه بشركته صار فوق الثمان سنوات زين فهذا الرجل ما مقصر وياي يعني لا معنويا ولا ماديا فدائما زين منو خيط جرح قلبك يعني اكيد كل انسان ينجرح بالحياه اكو من يضمد هذا الجرح اكو من يخيط هذا الجرح انت منو خيط جرحك شوفوا هو شغلتين الاولى الزواج واللي ضمدت الجرح فعليا هي ولاده اسد الله اسد الله اللي هو ابنه اي اللي جاء قبل تقريبا عشرة اشهر لا وين ها. صار راح يصير عمره سنه وسبع اشهر ما شاء الله أي. ما شاء الله ف... ابو اسد يعني ابو اسد <applause> 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 وجود العائله شيء مفرح وجميل يعني م. بس قلت لك هم هم لهم حق علي كل شيء لأنه تعرف الشغل ياخذ هوايه من حياتنا فما ما اشبع منهم شوف ومرات الام منهم قصرتوا اي طبعا ممكن تعتذر لهم؟ طبعا أنا اعتذر لان انا قصرت طبعا طبعا في حقه طبعا زين آه، مصطفى العاطفي اللي دخل بتجربه حب حلوه مم. وتكللت بالزواج الحمد لله آه، سولف لنا عن مصطفى العاشق بفتره قبل الزواج ما يحكي مصطفى بالمسؤوليه ابو اسد لا مم. مصطفى بعده الاعزب فقط مرتبط بحلقه لا اكثر ولا اقل كان مجنون والله مجنون؟ مجنون فعليا عايش في خانه الضياع <applause> وهو يسمع كاظم <كارب> الساهر وماجد المهندس <applause> <دلوقتي. تصفيق> <applause> اي والله شنو تعني لك هاي التجربه تجربه الحب بعدها آه تخطيت الى الزواج يعني أنا يعني شخصي يعني كشخصيتي مم. وحتى برجي يقول لبشرك مم. أنا ما أعرف أنجز أي شيء مم. إذا ما عندي علاقة حب زين أوكي يعني أطلع. ما يعني ما أعرف أنجز بالحياة زيز. اذا ماكو شريك وياي يسمع مني واسمع منه كانت اجمل مرحله بحياتي اكيد ربي يحفظ ابنك اسد باكر اكبر راح يكبر ويصير شاب ويجيك ويقول لك بابا انا حبيت بنيه وارد اتزوجها اقول له الله ازقد لطيف اختياره هو تمشي عليه لو انت تقول له لا طبعا طبعا هاي حياتي واجبي كاب اوجه له النصيحه مره مرتين يعني ثلاثه اخذ بالنصيحه طبيعي مم. ما اخذ بالنصيحه تبقى هو يعني هاي حياته هو حر بقراراته زين هواي ناس عتبت عليك هواي فنانين راحوا لتمارا جمال بمسرحيه الحوش وانت تعتبر من تتعتبر انه هي اختك وانت طبعا اخوها طبعا ليش ما شفناك بالحوش ليش ما شفناك بنجاح الكبير بهذا العمل بنفس اليوم <applause> اللي كان بالمفروض المفروض اني اكون يوم تمارة صار عندي ظرف آه. وظرف كلش كبير بحيث صارت اتصالات بيناتنا فقالت لي خلاص مصطفى لا تجي كمل اجاك و... اعتذرت لها اي طبعا لا حس شنو تقول لها؟ اقول لها تماره انا يعني هواي و... احبك وانت اختي كبيره واسال الله العظيم رب العرش العظيم إني يوفقك يعني اجتماعيا وفنيا ومنتظرك انت وحسوني على مود كم طفل اه. اه. اوكي <applause> ونشوفكم عائله لطيفه ومهمه وعندكم رساله ساميه فنيه يستفاد منها الجمهور والله يوفقكم بكل خطوه. يا حبيبي تابعت الاعمال الرمضانيه اللي ظهرت؟ ايه. من العمل اللي كنت تتمنى انت موجود به لصدى للشخصيه اللي حبيتها بهذا العمل؟ هو ما اقدر اقول لك انا من اي عمل كنت اتمنى اكون به لأنه هي ما هيك هي بالنهايه يعني وجهه نظر مخرج أوكي. عندما يشوفك انت هذا الدور لائم لك نزعل عليك تقرا تشوف انت كممثل نفسك موجوده يعني شخصيتك موجوده بهذا العمل قادر على انه تسوي شيء بهذا العمل بس تقول لي شنو رايك بالعمليه الدراميه هذه السنه انا فرحان بهذا الكم الهائل من الاعمال فرحان بكل النجاحات وفرحان بكل الشباب وفرحان بكل الاساتذه من من الوجوه الشابه اللي بهذا الموسم برزت تقول ايه فعلا اقنعني كمتلقي بعيدا عن مصطفى الممثل يعني شوف انا شفت المتمرد مو لانهم مو اصدقائي بس فعلا يتعبون على نفسهم من يعني من يرحون العمل أوكي. بعد يعني مثلا اثير نجم ممثل حلو تفضل وحبيبي أي. الحلو باثير انه بكل موسم تشوفه مسوي كاركتر مو نفسه مو هو اثير فرحت باحمد عجاج فرحت بطلالتي يعني هذه اول تجربه لي بس كان حضور مميز الله يوفقه بعد آه فرحت بحسين حافظ العيبي م. الله حسوني مه. الله يوفقك انت مشروع نجم قادم بحوة. من البنات منو؟ أه، البنات الله شاهد ما شفت يعني ولا بنت... ما ركزت بالبنات هو آه، يعني. خاف تخاف من زوجتك اطلاقا لا لا والله آه. لا انت ليش دائما تربط زوجتي بالحياه الفنيه؟ مو مو آه، انا اعرفكم يعني ابدا لها علاقه هذه مهنه تقول لك ليش تغار كذا لا والله لا بخان الذهب أه. كلش فرحت بصابرين صابرين اللي هي ساره البحراني ساره البحراني أه، تحياتنا الله يوفقك ساره كنتي أه، نجم مهمه وحضور مميز وان شاء الله يا رب القادم افضل حبيت ساره بدور صابرين بالصدى اللي طبعا تخيل انا قلت لك صابرين ما قلت لك ساره طبعا أه، ساره كلش متعلقه <applause> الله يوفق <applause> الله يوفق <تأميز <تأميز الجميع 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 لانه م. تعرف يعني بالفتره الاخيره استوها خلينا نقول الدراما بدات تنهض صار صار عندنا وجوه شبابيه جديده م. الحركة الفنية بدات تاخذ مكانها يعني خلي صح اكو منا ومنا اراء يعني سلبية لا خلينا نعبرها خلينا ننجز العالم امتانيتنا العالم على مود تشوف من يمنا اشياء زينة وحلوة فالله يوفق الجميع زي. وفرحان بالكل أه راح اختار لك مجموعة من الاسماء وقول لي شنو رايك بيهم بي بي ممكن برمضان بي او غير رمضان مو ذا اكبر مني عمرا وفنا صعب شباب شباب لا شباب راح اختار لك أوكي شباب اوكي راح اختار لك الاسم الاول احمد الخفاجي احمد الخفاجي وهذا التليفون زين ويا احمد هذا <applause> علي فاضل يلا رد علي وافتح هيك قبل؟ <applause> <applause> مرحبا ابو مخلد <تصفيق> 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 السلام عليكم استاذ علي عليكم السلام وياكم محمد الافندي واحنا الان على الهواء مباشره وضيفنا النجم مصطفى داخل زين مصطفى بلكت غلطت علي لا هو ليش قدمت له؟ حجينا مالتنا بالمسرح طبعا استاذ علي يمكن الناس ما تعرف انه انت صديق عزيز علي وعارفك من زمان وانت كبير ومبدع وانت مدرسه <applause> للشباب اتشرف يا حبيبي مصطفى كان جدا جدا هيك يعني واستاذ علي واحنا نعرف فيك وهذا اخبارك استاذ علي بدي اسالك سؤال آه يعني اخذ اجابه من حضرتك هل تشوف دخول مصطفى داخل لولايه بطيخ جت متاخره لو جت بالوقت الصحيح؟ هو احنا ما حاسبين بهالطريقه لا احنا حاسبين ولا مصطفى حاسب انه وش وقت يعني هل الدخول الان او لاحقا باعتبار انه هسه يعني سوق الكوميديا والتمثيل تغير يعني قبل كان مثلا تشوف ابو بطيخ يشتغل ما يقدر يشتغل بغير مكان يعني ما ينزل بغير قناه والعكس صحيح اكو كان احتكارات و وهذا الاحتكار مو فارضي احنا وانما هو يعني تعرف نعم الفريق كان ببدايته هسه لا يعني ممكن مصطفى ويانا السنه ممكن بعد سنه يروح يشتغل هو قبلنا كان هم برنامج كوميدي زين وممكن وراه يروح البرنامج ثالث يعني هو بمواصفات النجم والممثل الكوميدي المستوى رمزي. العالي فتلقاه اي مكان هو مرحب به زين نصيحة تقدمها لمصطفى داخل ممكن دائما يرجع لها بكل عمل بكل مسيرة حياته هو هو مصطفى مشكلته انه برج الميزان فالميزان الميزان شوي تاثر يعني يعني الكلمه تاثر بي يستفز يحسب الف حساب يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه دائما دائما يقول انا موجود هاي تاخر صح يعني يعني هذه الاشياء تاخر انه انت لا يعني خلص وقعت بمشكله اعبر المشكله راسا مم. هذا الشخص ما عاجبك مم. انت ما عاجبه اعبر بالضبط راسا يتاخر مرات عاطفي يتاخر بالمشكله شوي نعم استاذ علي قبل ما ننهي الاتصال للاسف طبعا اتمنى احتياج ساعات لكن هل هل اكو موسم قادم لولايه بطيخ؟ والله احنا ما بنيتنا نوقف البرنامج هاي بالدرجه الاساس لكن آه آه ما نعرف يعني ما نعرف جدولنا السنه شلون حيكون الناس متعطشه عندنا هوايه خطط نعم خطط للبرنامج بس بعدنا لحد اللحظة ما ما مفكرين شلون راح يكون الموضوع أه... اكو جزء ثاني لغيد او رغيد؟ رغيد لا 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 ما ماكو ماكو ابد؟ ضد انا ضد انه من ينجح عندك عمل تسوي جزء ثاني م. م. دراما يعني ممكن الكوميديا باعتبارها انه تحتاج تسوي فريندز يعني عشر مواسم عادي يسوي بالسكتش بال... لكن دراما خلي روح ابحث بمكان اخر تمام استاذ علي انا كلش اشكرك واشكر تواضعك شكرا. ودائما انت عودتنا على التقدم وعلى الابداع كل ما تقولها لكل جمهورك ومتابعين حلقه مصطفى داخل والله انا يعني فرحان انه جمعني جمعني القدر إني اشتغل على مصطفى مصطفى يا حبيبي شخص يعني ايش قد ما تحكي عن اخلاقه هذا مو لانه قدام جمهور يعني كل زملاء بالوسط يعرفون <applause> فأ يعني اتمنى اولا للجمهور الصحه والسلامه والنجاح والتوفيق وان يا شاء حبيبي. الله يجيهم العيد الكبير بفرحة كبيرة إن شاء الله وأتمنى لك كل, كل القائمين بالقناة يعني الموفقية والنجاح المستمر وأتمنى لمصطفى أنه يأخذ استحقاقه مصطفى نجم <applause> وممثل كبير أنا كل شيء أحبك وأنت مفخرة وإحنا نفتخر أنه عندنا واحد اسمه علي فاضل حبيبي شكرا جزيلا حبيبي <applause> مع السلامة شكرا مع السلامة يعني ان يتحدث عنك مخرج مثل علي فاضل ويقول انا <applause> سعيد بتجربتي وعملي ويا مصطفى انت نجم <applause> <أي شن> اليوم <applause> ما اليوم راح <مره> يسكت <applause> آه شنو تعقب على هذا الكلام؟ صراحة قلت لك يعني يعني احنا بداية الحديث قلنا م. علي انسان قبل لا يكون فنان ويحب الكل ودائما يسمع من الكل م. وبنفس الوقت مشروع ولاية بطيخ أه يعني كشركة أه هو محطة تجي تتعلم بيها فعلا أه تتعلم لأنه ناس ما على الفنانين أه داعش على الصعيد الفني يعني بالأخراج والكتاب اللي موجودين تستفاد منهم تاخذ من خبراتهم واجبك انه تشتغل على نفسك وياهم وتساعدهم مثل ما يساعدوك على مود يطلعوك بالصوره الحلوه. بالضبط نرجع للاسماء اللي راح اذكرها وتعقب لي عليها مم. احمد الخفاجي مم. احمد الخفاجي نجم وانسان يجنن زين وصديقي واخوي واتمنى له التوفيق بكل حياته. بكر خالد بكر خالد يعني احنا مو اصدقاء زي. يعني, يعني ما مع... ابد لا حتى متواصلين اوكي بس آه... كلش تونست بآداء بحيره اوكي وشاب يجنن أوكي. واتمنى هذه الابتسامة ما تفارق روحه ولا وجهه أوكي. والله يوفقه ان شاء الله بكل خطوه على آه، اسكندر علوم اموت عليه جمعنا عمله وعمليا اوكي انسان يجنن وفنان مهذب واتمنى لك كل التوفيق اخر اسم انت تختاره اخر اسم انا اختاره آه، فعليا عندي إيه؟ ولد صديق إيه؟ اسمه حيدر نجم إيه؟ <applause> ابو لايت بطيخ الف تحيه له حيدر تعب هواية على روحه اوكي وهو يعني وياهم بكل المواسم زين اتمنى فعليا اتمنى انه هذا الشخص ياخذ فرصته بالدراما العراقيه زين واني مؤمن به وبموهبته كصديق يعني فدائما تعرف احنا الاصدقاء نقعد سوية انا ونحكي وهاي فمؤمن به من يحكي يحكي بحرقه قلب وتحس فعلا انه هو عنده شيء يريد يسويه فحيدر نجم ان شاء الله يا رب يصير النجم الاول وتاخذ فرصتك بالدراما الدراما والله يوفقك بكل خطوه. آه طبعا عدنا مفاجاه لك بختام هذه الحلقه واريد اسعدك بها <applause> اوكي ان شاء الله اكون قد هذه المفاجاه وتفرحك. ان شاء الله يا رب. اوكي آه ممكن المايك؟ تمام. <applause> آه ليش حضرت هذا المايك؟ ما ادري راح اغني؟ أكيش شخص اكو شخص راح يدخل للاستوديو اوكي اوكي وانا شخص انت كلش تحبه اوكي وانت راح تسولف اوكي هسه هم وراك بس لا تندار آه. لا تفضلوا شو وقت تندار؟ لا لا تندار هسه هم راح يجون هنا تسولف الم... اوكي واحد اثنين بعد ثلاثه شباب خليكم آه هيجي اوكي ما شاء الله الله صل على محمد وعلى محمد اول شيء من ذولا عرف الجمهور ذولا ربع البيه ومكشخ مكشخ ايه ومرد الشام مرد ايه ذولا نشاده علي ايه وهو مو كل واحد علي النشد هسه يصير اسلم عليهم يلا لو صافي سجودين حبيبي مشتاقين حبيبي هلأ سجاد شنو هاي؟ شنو يعني ولك؟ شنو يعني لك؟ اصدقاء طفولتي مم. وما تفارقنا ابد اوكي ويعني من احنا اطفال نلعب بالمنطقه نفسها مالتنا اوكي ولحد الان يعني <applause> لا الدنيا فرقتنا زي. ولا الاعمال فرقتنا ولا الحياه غيرتنا ولا, نفارق ولا, ولا, ولا لا بقينا على النفس سولفوا آه لي على المصطفى داخل كل واحد يسولف لي كلمتين ثلاثه سريعه آه كلم مايكيت مصطفى اخوي اوكي آه صديق الطفوله حبيبي بالفن دائما وان شاء الله راح نبقى دائما ان شاء الله يا رب العرش العظيم اي صفوه حبيبي اكثر اثنين ناقر طبعا <applause> 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 ما نتفق على هواي صير اختلاف بالاراء ما نتفق دائما يعني اذا دا كانوا وياه سجاد طالعين سوا فاثنيناتهم يختلفون عليه لو يختلف علي سجاد لو اثنيناتنا أه. يختلف علي أه. <applause> طبعا طبعا مصطفى <طبعاً>. اخي حبيبي مصطفى حبيبي والله دائما انا كلش احب اسولف وياه واستشيره السوالف. اخي عزيز علي كلش حبيبي حبيب. حبيب. اخونا اخي مصطفى مثابه اخي كبير يعني حبيبي صافي مصطفى يعني اعزه كبارت معزه كبارت معزة, كبارت. معزه هو اكبر مني عمراً أه. بس اعزه معزه يعني كلش خاصه وانا اتمنى لك كل التوفيق حبيبي حبيب حبيب. صافي حبيب. شو تقول أمشان. في ختام الحلقه لكل جمهورك اللي ديت قبل قبل نروح الجمهوري خلينا نحكي شوي عن اصدقائي اخذ دقيقه اللي فعلا انا يلا. مفتخر بيهم اليوم يلا اذا تجي على اختصاصاتنا كلش مختلفه تمام أيه؟ الاختصاصات مختلفه هذا المايك كان لابس مايك إيه؟ بس قدم هنا شوي اختصاصاتنا أه. كلش مختلفه أيه؟ فدائما من نقعد يعني مو من نتونس آه. هنا آه، عندنا مصطفى هو ميكانيكي سيارات اوكي واحد على واحد هذا اعلان هذا اعلان سيارتك طالعه تصريحات سجاد هنا مهندس مال <سؤال> ديكور مال okay. ديزاينات مال مال البيوت يعني زين <سؤال> مرتضى <تصفيق> مرتضى <applause> مشروع ممثل هو ممثل بس دائما يشتغل المسرح ان شاء الله يا رب ياخذ فرصته بالدراما وهو ايضا ما حد ما حد طبي اوكي والله يوفقه سجاد يعني قلت لك صديق طفولتي وبمنطقتي وبنفس الوقت وممثل واتمنى هم ياخذ فرصته بالدراما زين اوكي وانا احبهم له واتمنى لهم, لهم كل التوفيق ذكرت الاصدقاء انا ما بس بعد عندي ما اعتقد تعال عبوس حبيبي اكو بعد عندنا نقص مو ان شاء الله ما عندنا نقص حيدر سعد وسلوان صار عندهم ظرف أه... انا كل شيء اشكرك ولي شكرا لتواجدكم حبيبي. حق الصداقه حلو طبعا أه... واتمنى انه قدرت افرحك بهذه المفاجاه احنا يومين نشوف لان يعني ولد منطقه أيه. بس صار يومين انا ما يعني شافهم لانه والله ما فرحان, فرحان. الله يوفقهم يا حبيبي مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى حلقتنا لهذا اليوم من اهل المحله تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل وتحيات مخرجنا حيدر مهدي وكل كادرنا بالسي جي والتصوير والمواقع هم هواي اذا اذكرهم ما خلص الباكر تحياتي بالاعداد والتقديم محمد الافندي وتحيات وتحيات هل هل تحيه لهالعيون اللي تشاهدنا واللي دا تتحملنا بمشاهده ساعه كامله من البث المباشر، شكرا لضيفنا النجم مصطفى داخل، انتظرونا بالحلقه القادمه مع نجم او نجمه ما نعرف شنو ظروف الحياه وشنو التنسيق اللي راح يكون، مع السلامه. يلا سوي لهم باي باي. مع السلامه.